منذ أن اجتاحت قوات الاحتلال البحرين أواسط مارس 2011 لم يتوقف مسلسل الأحكام القاسية ضد النشطاء والمعارضين في هذا البلد، فقد أصدرت السلطات أحكاما بالسجن 5 سنوات في حق 6 شبان من بلدة المعامير الواقعة جنوب شرق العاصمة المنامة على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المناوئة للنظام. أهالي بلدة المعامير خرجوا في مسيرة غاضبة تنديدا بالأحكام التي وصفوها بالجائرة، وتعهدوا على مواصلة التظاهر حتى إسقاط النظام ومحاكمة رموزه. وقف في محكمة آل خليفة وصاح في وجه جلاده: نحن لا نعترف بك ولا بمحكمتك. قوات النظام قمعت المسيرة بوابل من قنابل الغاز السام، وقد أظهرت مقاطع مصورة أحد عناصر القوات المعتدية وهو يتدرب على إطلاق القنابل ويوجهها مباشرة تجاه أجساد المتظاهرين. الأحكام التي صدرت في حق شبان المعامير تزامنت مع حرمان حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين القياديين البارزين والمحكومين بالسجن المؤبد من العلاج المناسب بعد انتكاسة صحية تعرض لها مؤخرا. وقد دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى سلسلة فعاليات أطلق عليها مشيمع الأمجاد، تم من خلالها قطع شوارع رئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار اعتقال رموز المعارضة والإهمال في علاجهم.